السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو إن شاء الله نتعرف على Regular Expression، ولكن قبل ما نتعرف على Regular Expression هنشرح شرح بسيط حتى يكون مفهوم للجميع. هو على فكرة كثير بسيط كشرح. على سبيل المثال، لما أنت بتفوت على الفيسبوك، رح ناخذ مثال أنه أنت لما تفوت على الفيسبوك وعايز تعمل مثلا إنشاء حساب أو تسجيل دخول، أنت إذا أدخلت مكان البريد الإلكتروني أو الإيميل بشكل عام، إذا أدخلت مثلا رقم هاتف، شو رح يكتب لك؟ حيكتب لك انه اوكي هذا البريد غير صالح. طيب سؤال، كيف عرف انه البريد غير صالح؟ من خلال الريجولار اكسبريشن. بالضبط. اذا مهمه الريجولار اكسبريشن التحقق من المدخلات بشكل عام او المتغيرات، وطبعا بترجع لك قيمه ترو او فولس. في حال كان هذا مثلا على سبيل المثال ايميل، حترجع لك ترو. في حال لم يكن ايميل، حترجع لك فولس. ايضا ناخذ مثال ثاني، انت على سبيل المثال رقم الهاتف، اذا ادخلت مكان رقم الهاتف على سبيل المثال اسم او سترينج، اذا ادخلت مثلا محمد مكان رقم الهاتف، شو رح يكتب لك؟ حيكتب لك رقم الهاتف غير صالح. طيب كيف عرف؟ ايضا من خلال الريجولار اكسبريشن اللي بتخليك تعمل تحقق من المتغيرات واعاده ترو او فولس. في حال كان فعلا هذا رقم هاتف مثلا، حيرجع لك ترو، واذا لم يكن رقم هاتف حيرجع لك فولس. فانت ممكن تتحقق من رقم الهاتف، من البريد الإلكتروني، من أي شيء، ممكن عدد الأحرف، ممكن عدد الأرقام. كل هاي الأمور أنت ممكن من خلال الريجولار إكسبريشن تعمل تحقق عليه. طيب حناخذ مثال بسيط. أول شيء طبعا الريجولار إكسبريشن في عنا بالدارت كور، يعني باللغة موجود كلاس اسمه ريجولار إكسبريشن. طبعا الهدف منه مثل ما اتفقنا هو مساعدتك على التحقق، يعني مو أنت بتنشئه، لا، إنما هو موجود بالدارت كور، يعني بنواة لغة الدارت. تمام، بنكتب بهذا الشكل regular expression بهذا الشكل. تمام، هنعمل instance بالبداية منه، حسمي instance وليكن rig xp مثلا. انت طبعا اختار اسم instance اللي انت عايزه مثل ما تعلمنا بدروس الكلاسات. تمام، بهذا الشكل. بعدين هنعمل new regular expression بهذا الشكل. تمام، هون طبعا حمرق الباترن. هلا رح نشرح شو يعني الباترن، بس مبدئيا هاخذ باترن جاهز عندي وليكن هذا مثلا. تمام، طبعا هنشرحه بالتفصيل الممل شو المقصود فيه. تمام، مبدئيا حاخذ هذا اللي هو الباترن الخاص بالايميل في البريد الالكتروني للتحقق من البريد الالكتروني. تمام، هادخل هون طبعا حاعمل متغير string بهذا الشكل. هذا المتغير حسميه ايميل بهذا الشكل. تمام، حاكتب فيه وائل. طيب وهون حاعمل print بهذا الشكل. تمام، حاطبع طبعا حناخذ طبعا الانستنس اللي عملناه من الكلاس. تمام، ريج اكس بي بهذا الشكل. تمام، دوت هاز ماتش. طبعا يعني الهاز ماتش مقصود فيها تحقق لي. شو مقصود فيها؟ تحقق هل الايميل اللي هون السترينج، طبعا انا المتغير ايميل هذا، هل قيمته هي فعلا بريد الكتروني او لا؟ بكل بساطه. فلو شغلنا طبعا حيرجع لي فولس اذا ما كان بريد، حيرجع لي ترو اذا كان بريد. طيب سؤال، وائل هل هي بريد الكتروني؟ اكيد لا، فشو لازم يطبع لي؟ فولس. طيب كيف عرفت انه ما انه بريد الكتروني؟ شوفوا يا شباب، البريد الالكتروني له قواعد اساسيه لازم تلتزم فيها. اول شيء الات، لازم يكون بالبريد الالكتروني موجود فيه ات، هذا الشيء مفروغ منه. تمام، ثاني شيء لازم يكون في عندك الدومين، بجوز يكون الدومين جيميل، بجوز يكون مثلا هوت ميل. تمام، بجوز يكون مثلا اي دومين. انت لما بدك تحجز مثلا موقع على الويب، فانت حيكون عندك دومين، لازم تحجز دومين، فلازم يكون في ات وبعدها الدومين. تمام، مثلا جوجل بيكون الدومين هو جيميل. تمام، بهذا الشكل. تمام، بعدين لازم يكون عندك دوت، وبعدين اسم النطاق، هل هو نت، هل هو كوم، الى اخره. فمن خلال هذا الموضوع انا ممكن اعرف اذا هو بريد الكتروني ولا لا. البريد الالكتروني لازم يتضمن اربعه امور اساسيه. اول امر هو الاسم البريد اللي هو هون بيجي قبل الات، بعدين اشاره الات، بعدين الدومين، بعدين الدوت، بعدين النطاق. بكل بساطه هي عناصر، هن الخمس عناصر مهمين كثير. اي عنصر فيه اللي بيختلف بيكون هذا مش بريد الكتروني. كيف انا ممكن اعرف هذا الشيء؟ من خلال الباترن اللي طبعا بجيبها جاهزه. انا ما بروح بكتب كل هذا الكلام، هذا الباترن الريجولار اكسبريشن بحد ذاته علم واختصاص كامل. تمام، فنحن ما رح ندخل بالاختصاص، لا، نحن رح نروح نجيب اللي عايزينه. بس انت عايز بريد الكتروني، حتروح تجيب الباترن الخاص بالبريد الالكتروني. انت عايز رقم الهاتف، حتروح تجيب الباترن الخاص برقم الهاتف. هلا نحن رح نتعلم كيف نجيب الباترن من الانترنت. تمام، حلو كثير هذا الكلام. انا هلا حاشغل، يفترض هلا بهي الحاله يطبع لي ترو. ليه؟ لانه فعلا هذا بريد الكتروني. بس طبعا بنشغل بهذا الشكل، ففعلا طبع لي ترو مثل ما شايفين بهذا الشكل، اذا فعلا هذا هو بريد الكتروني. بس لو كان مثلا وائل،
بهذا الشكل. هل رح يطلع لي ترو؟ لا، لازم يطلع لي فولس. هلا نشوف، فعلا طلع لي فولس ليه؟ لانه لم يحقق شروط البريد الالكتروني. طيب لو عملنا اد شو رح يطلع لي؟ اكيد فولس، لانه ايضا لم يحقق كامل الشروط. فولس، تمام. لو عملنا هون جيميل مثلا، هل رح يطلع لي ترو؟ لا، لانه كمان لم يحقق كامل الشروط، لا في دوت ولا في اسم النطاق، تمام؟ فولس فعلا. طيب لو عملنا دوت، كمان لم يحقق كامل الشروط، فولس. طيب لو هون حطينا نت مثلا، فعلا حقق كامل الشروط، في النطاق، في الدوت، في مثلا اسم الدومين، في الاد، وفي الكلمه، تمام؟ اللي هو طبعا اسم البريد الالكتروني، تمام؟ هي الفكره بكل بساطه من الريجولار اكسبريشن، بيساعدنا على التحقق من المتغيرات فيما اذا كانت فعلا تحقق الهدف المرجو منها. مثلا هون هل هي ايميل؟ لا مش ايميل، او نعم هي ايميل. فالريجولار اكسبريشن بيرجعني مثل ما اتفقنا بوليان، يعني من خلال الهاز ماتش بترجعنا بوليان، هل هو ترو او فولس فقط. اذا كان فعلا هاي القيمه مطابقه للباترن حيرجع لي ترو، كانت غير مطابقه حيرجع لي فولس. طيب لو عايز رقم الهاتف شو بعمل مثلا؟ بكل بساطه بروح على جوجل، تمام؟ لازم تتعلموا البحث، اهم شيء البحث، تمام؟ لو رحنا كتبنا مثلا regular expression dart form بهذا الشكل، تمام؟ حيطلع لك مجموعه من الروابط. دائما روحوا للستاك اوفر فلو. الستاك اوفر فلو بيكون في شخص واجه مشكله وعم يسال عنها وكيفيه حلها، عم يكتب هون validate phone number using regular expression، يعني كيف انا ممكن اعمل تحقق من رقم الهاتف باستخدام regular expression. ببساطه شديده هذا هو السؤال، هذا هو كود الشخص ما بتطلع فيه، بتروحوا على الانسر. دائما اللي عليها اشاره صح بيكون هي افضل اجابه، طبعا بتلاقوا عده اجابات، اللي عليها اشاره صح بتكون افضل اجابه. انت ممكن تاخذوا هذا هو الباترن، عم بيقول له انه نعم ممكن، وحاطط له هو الباترن بهذا الشكل، وبتروح بتشوف الاجابه الثانيه، حاطط له مثال كامل، الشخص الثاني حاطط له مثال كامل بهذا الشكل، فانت حتروح تدور وين الباترن، اوكي هذا هو الباترن، تمسكوه مثل ما بهذا الشكل، تمام؟ وبتروحوا بتغيروا طبعا الباترن عندكم بهذا الشكل، تمام؟ طبعا هون الباترن حتحطوه هون، انا حغير اسمه سميه باترن فون على سبيل المثال، تمام؟ فون بهذا الشكل، تمام؟ هلا طبعا حنشغل، تمام؟ هون حنكتب فون بهذا الشكل، تمام؟ وهون حنكتب فون، اوكي بنشغل، طبعا لي فولس، هذا ليس رقم هاتف ببساطه شديده. طيب لو عملتها بهذا الشكل مش رقم هاتف، رقم الهاتف لازم يكون فيه اعداد، صح ولا لا؟ لو عملت 2 3 4 مثلا، هي الاعداد، هذا رقم هاتف، انه هو كيف بيعرف اذا رقم هاتف ولا لا؟ من خلال الاعداد، شوف اعطاني فولس، ليه؟ معناتها في شرط غير محقق الى الان. طيب لو عملت زائد بلس، تمام بهذا الشكل، شغلنا، اعطاني فولس، طيب حلو كثير. حنعمل 9 6 3، نكتب رقم حقيقي، 9 4 2 2 مثلا، مجموعة من الأرقام، شغلنا، أعطاني ترو. ليه؟ لأنه هذا فعلا هو رقم هاتف. هذا فعلا رقم هاتف. فهو مثلا إذا أنت طبعا لقيت مجموعة من الأعداد وشغلت، تمام؟ أعطاني فولس، لأنه هو محدد لك إنه بين ال 10 وال 12 رقم حيكون. طبعا أنت حسب التحقق اللي عم تجيبه، هلا أنا الحين أنت ممكن تروح تجيب باترن فون، تدخل أي رقم، تمام؟ بهذا الشكل، حتى من دون بلس، من دون أي شيء، تمام؟ ويعطيك ترو. حسب الشخص اللي كاتب الباترن الخاصه بالفون، انا ما بعرف ريجولار اكسبريشن، انا بس بروح بجيبها وحسب الشخص اللي كتبها، كل شخص بيكتبها بطريقته، هذا علم، الريجولار اكسبريشن هو علم. فانت لما بدك تجيب الريجولار اكسبريشن الباترن الخاصه فيه لازم تجرب اكثر من وحده لتشوف اللي بتحقق لك هدفها. انا مثل ما قلت لكم بالبدايه لما عملت هيك بصراحه توقعت يطلع لي ترو، انطبع لي فولس. ليه؟ لانه هو محدد هون رقم او الاعداد اللي لازم يكون، يعني رقم الهاتف لازم يكون بين ال 10 وال 12، هو هيك محدد، بس في بعضهم ما بيحدد هذا الشيء. يعني مثلا انا هون لو دخلت الزياده بهذا الشكل، عملت مثلا اعطاني ترو. طيب لو انا مثلا عملت هي واحد، شو راح يصير؟ ورجع وطبعا وخففته، عملتها ثلاث ارقام، حيطلع لي ترو؟ فعلا طلع لي ترو. اذا هي اللي بين قوسين بهذا المكان هي اللي بتحدد الرين، يعني مثلا انه لازم يكون بين الواحد وال 12، يعني لازم يكون الرقم اكبر من واحد واصغر من 12. فانت من خلال الواحد وال 12 تقدر تتحكم بهذا الموضوع، من خلال الواحد وال 12 تقدر تتحكم بالرينج الخاص بالرقم. طبعا انا ما بعرف الريجولار اكسبريشن، انا ما بعرف اساسيات بسيطه، وانت غير اصلا مطالب انك تعرف اي شيء فيه، تمام؟ انت غير مطالب تعرف فيه اي شيء، انت حتروح تجيب الريجولار اكسبريشن جاهز وتطبقه، واذا حابب تتعلم كمان هذا الشيء حلو كثير. انا بصراحه يعني بحب انه الشخص يحاول يتعلم اي شيء ثاني، ولكن انت ما في داعي تروح وقتك، لانه انت عندك
فلتر والدارت كبار بما فيهم الكفايه لحتى تكتفي فيهم، تمام؟ ولما ان شاء الله بالمستقبل تصير خبير بالفلتر والدارت تروح تتعلم ريجولار اكسبريشن، لانه بتفيدك بكل اللغات. ريجولار اكسبريشن ما بتتخصص بلغه محدده، يعني هي موجوده بكل اللغات، نفس الاسلوب الباترن، لما بتفهم تعمله بلغه واحده خلاص هتعرف تعمله باي لغه، نفسه بالضبط ما بتغير فيه اي شيء، تمام؟ لذلك مثل ما اتفقنا الريجولار اكسبريشن هو علم بحد ذاته. بالتوفيق.